حالة إنسانية ببلدية صوفيان تروي معاناة عائلة تفتقر جل شروط الحياة. عيش حياة مزرية وضنكة. أرملة خلالي 3 أولاد مات بالمرض الكونسير، كنت عايشة في عين مليلة، كي مات جيت رجعت لهنا ما لقيت وين نسكن، بنالي خالي هذه الدار. المهم عايشة بأهل الخير، ساعات ناكلو ساعات ما ناكلوش، لا صبت النو هنا نخافو تخشنا النو، لا جانا البرد كاك عدنا نخافو حتى من الفيران الطومبة، حتى نخاف منهم كي نرقد عدت من نقدرش نرقد نعسم حتى نشوف تعود الطومبة تاكل هملي. والله مقريهم هاني، والله ساعات نخدم في نفتل البربوشة، ساعات نغسل الصوف باش نقريهم، كانت داروا لي شهرية ونحوها لي، ما عندهم لا مالي ما عندهم حتى واحد إلا أهل الخير هما اللي راهم معيشينا. القاصحات والله ما كان ساعات من القوش شكون يعمرنا، أهل الخير كانوا يعمرونا، أهل الخير تاع الجمعية هما حبسات الجمعية، وأنا والله ساعات نطيب بالنار، ساعات كي تصب النو ولا دير ما نقدرش ما لقيت كيفاه ندير المحل. درت طلب من نهار جيت من 2019 وانا ندير في الطلب، وجا وقالوا لي نعطيك على الاخر ما عطاونيش. لنشهد صرخة أرملات وأم لثلاثة أطفال أرهقها الزمن والمرض. تعيش تحت منزل ذي أسقف مهترئة لا تقيها من حر شمس ولا زمهرير شتاء قاس وجدران مشققة وبالية. بركات اليوم السادة والسيدات المشاهدين، السيد والي ولاية باتنا، السيدة معالي وزير التضامن الوطني، اليوم رانا متواجدين في بلدية سفيان أين صادفتنا هذه العائلة، وش نقولوا عائلة يعني عائلة، في سنة 2022 العين هي اللي تشوف. اليوم رانا في بلدية سفيان، وكما نعرف ناس جود ناس كرم ناس يعني ما المحتاج ما يحتاجش عندهم، يعني صغار وجايين للدنيا نتاعهم ومحتاجين يلبسوا محتاجين ياكلوا محتاجين يشربوا محتاجين يقراوا محتاجين اي دفء نور محتاجين اي حاجه محتاجين سقف يأويهم. الام الاطفال هذه راهي ارمله، يعني راجلها متوفي، وباش متوفي بمرض خبيث، يعني اليوم هاي قدامكم محتاجه كلش، حتى منحة البطالة اللي كانت عندها نتاع 3000 دينار نحوها لها، السكن الريفي نحوها لها، ما عندها والو، قرعة نتاع الغاز باش تدفي ولادها في الشتاء هذا ما كانش. أهل سفيان واش نطلب فيكم، يديروا لي مأوى لهذه العائلة، يديروا لي سكن، يديروا لي قريوا لي وليداتي، يلبسوهم لي، يعيشوهم لي، يداويوهم لي. طالبة منكم أهل الخير، أهل الخير يا عرش سفيان، عرش الخير وعرش الكرامة، وعرش ديروا لي دار برك، ديروا لي مأوى للدار، ديروا لي دار برك، سكن وعيشوهم لي وقريوهم لي وداويوهم لي. شو نقول لهم؟ أروحوا شوفوا، أروحوا شوفوني، لا عدت نسحق ونسحق هذه ال ولا ما عدتش أعطيوها الواحد. نطلب يقريونا ويطلب يلبسونا يديرونا دار، نحوج نخرج طبيبة اللي مراد نداويهم. وماماك داويها ولا نداويها؟ نداويها. اليوم مش راح نقول لكم، العائلة قدامكم تسكن في سفيان، يعني أبسط شيء تحتاجه حوسوا على اللباس، حوسوا على الأكل، حوسوا على الغاز، حوسوا على الدواء، يحوسوا على كلش، يحوسوا على دار البناء الريفي بعد بالذات. اليوم يا مسؤولية يا سفيان، هاي العائلة قدامكم وشوفوها، يعني الصورة غنية عن تعب، مسؤول رعية وعنده ناس كيما هذو، وش راح نقول لكم؟ ربي يجيب الخير. عائلة ليس لها معين ولا مصدر عيش يعيلها لتكسب قوت يومها، أطفال مطلبهم الوحيد العيش الكريم، وبيت يأويهم يقيهم الحر والبرد، همهم الوحيد مأكل ومشرب وملبس. أم أنهكها المرض وأثقل كاهلها، تنشد أهل البر والإحسان للتكفل بها وبأولادها. تناشد كل مسؤول في البلاد على رأسهم والي ولاية باتنا ووزيرة التضامن في النظر في أمرها بقلب رحيم. لم تطلب المستحيل سوى بيت يأوي أطفالها وراتب شهري تعول به أبناءها قرة عينها لتضمن لهم العيش الكريم.